أيها المناضلون والمناضلات، شكرا جزيلا على الثقة ديالكم. أنا أحس بالثقل مرة أخرى على الكتف ديالي ديال هذا الثقل اللي هي كبيرة. هذا الشيء يعني جاء نتائج اللي هي جات بالنسبة للخدمة اللي كانت هاد 5 سنوات اللي كانت كلها، واللي أعطت الحمد لله أنه الحزب ديالنا يكون متقدم، واللي أعطت بأنه يعني لا غير ديال العمل اللي كتكون راه كتكون نتيجة. بغيت فقط نشكركم على هذا الثقة، ونشكركم على هذا الروح، ونشكركم على هذا الشحنة اللي عطيتونا إن شاء الله الشفقة الدينامية اللي كاينة في الحزب دائما خلال هذه السنوات المقبلة إن شاء الله. كونوا في دينامية، كونوا في حركة، كونوا تتحركوا، نجيبوا النتائج، نمشيو على المواطنين، نخرجوا السبت والحد، نشتغلوا بجدية ونلقاو الحلول. بسم الله الرحمن الرحيم. ختام أشغال المؤتمر الوطني السابع في هذه الظروف جيدة، جميع المناضلين اللي هما مستمرين في هذه الفرصة، كنحمدوا بزاف التقنية و ديال التواصل ديال العمل ديال المواصلة ديال المسار. بسم الله الرحمن الرحيم. كما كيتبعوا الإخوان والأخوات، إنه التجمع الوطني الأحرار عقد مؤتمر سابع هذه يومين 4 و5 مارس 2022. كان وثائق المؤتمر أعطوا فيها وجهة نظرهم، ناقشوا القوانين الأساسية، ناقشوا ما يتعلق بجميع هياكل الحزب، جددوا التنظيمات ديالهم. هذه الصبيحة جددوا الثقة في السيد عزيز خنوش رئيس حزب التجمع الوطني الأحرار، باعتبار أنه قاد هذه السفينة لمدة خمس سنوات فارطة. فعلا تبين من خلالها بأن الوعود اللي قدمناها للمغاربة أنها الحمد لله رحنا غاديين فيها، لأنه العمل اللي نجزو داخل التجمع الوطني الأحرار حدث واحد الثورة داخل الحزب فيما يتعلق بإحداث هياكل ديالو، تجديد الهياكل، تجديد النخب، ورجع حزب التجمع الوطني الأحرار أكثر جاذبية مما كان عليه من قبل. اليوم الحمد لله أجددنا الثقة في السيد عز خنوش. الهدف الأساسي اللي اليوم نسطرو التجمع في المرحلة المقبلة هو تنبني تحت شعار مسار التنمية، بالتالي لا يهمنا إلا التنمية. استكملنا جميع الهياكل، أعضاء المجلس الوطني تمو اليوم، تم التصويت على جميع هياكل الحزب. إذن هذه محطة انتهت، احنا غادي نشوفوا القدام وغادي نمشيو نشتغلوا. أمامنا واحد مجموعة من الإكراهات، البلاد ديالنا والعالم داز من واحد الظروف اللي الحمد لله هي كنشوف راه كتنتهي ديال وباء كورونا، لكن كاينه ظروف اخرى قاسيه، الوضع السياق العام السياسي وهذا الوضع اللي كاينه في اوروبا. حنا الحمد لله البلاد ديالنا راهي غاديه بتؤادة، وكاين الاشتغال الى جانب صاحب الجلاله ان شاء الله. غادي نبنيو صرح هذه البلاد ديالنا، وغادي نشتغلوا من اجل محاربه الامور اللي كيدافع عليها دائما السيد رئيس الجمهور. حنا العدو ديالنا هو الفقر والهشاشه، اذا رحنا جنود مجندين من اجل اننا نحققوا حوايج كبيرة وزوينة للمواطن والمواطنة المغربية. وشكرا لك. شكرا السيد خنوش. كدار السين من المؤتمر الوطني الحاضر كيس اللي كدار الحمد لله، وش كان تقريبا 92% ديال الحاضرين، ميت لكل واحد فرن ثلاثة اشهر. هذا اعطي خمسة ثقة للسي عزيز خنوش، نصدق جميع التقارير، نصدق جميع ان شاء الله المستقبل.